المطلوب أيها الإخوة الكرام، هناك مطلوبات على مستوانا الفردي وعلى مستوانا الجماعي والاجتماعي. على مستوانا الفردي والشعبي يتوجب علينا بذل المزيد والمزيد من الجهود والضغوط الشعبية وتوعية الرأي العام العالمي بأبعاد هذه القضية والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في تفنيد أكاذيب الدعاية الغربية. هذا واجبنا، هذا واجبنا، ليس واجب الحكام والحكومات، هذا واجبنا. ومن يتقاعس عن أداء هذا الواجب يكون قد قذل إخوانه وتسبب في إراقة دمائهم. استفادة من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتفنيد أكاذيب الدعاية الغربية وفي توجيه أنظار العالم إلى حقيقة القضية والدفاع عن المستضعفين ونصرة المظلومين والمشاركة في كافة الفعاليات المختلفة التي ترفع راية الحق وتنشر الحقيقة. على المستوى الدبلوماسي، وأعلم أنهم يسمعوننا الآن، وأعلم أن هذه الخطبة تلقى الآن في مكاتبهم وفي أماكنهم، على المستوى الدبلوماسي لا بد من بذل المزيد والمديد من الجهود الدبلوماسية القوية والفعالة لإيقاف هذه الإبادة الجماعية لأهل فلسطين، ثم لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. وعار كبير على الحركة الدبلوماسية العربية والإسلامية وعلى الحركات القوية المحبة للحرية والسلام أن يتركوا فلسطين فريسة لجيوش المحتلين بلا نصرة ولا إغاثة.